السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. ديروا واحدون ديروا واحدون ديروا واحدون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. إخواني أخواتي، يا بلاتي بلاتي، نديروا ديروا واحدون. ديروا واحد. تركت حمزة موبيبي ما غتصرت لهم ومعمرهم غتصرت لهم بأنني كنت سببا في إيقاف وفرملة مغنيتهم. كنت سببا، مغنية ديالهم عاتت في الأرض فسادا، مغنية ديالهم نداز بزاف ديال الناس ديالنا ما تعجبهمش هاد الهضرة هادي. شي المغنية ضحية ديال من؟ ضحية لهادو اللي كيحركوا المداوي. أنا استغلوا فهمتي، فضحوا المسؤولين، فضحوا هادي، خليوا مغنية، جيبوا مغنية عندها شعبية، عندها ديري هادي والحمارة فهمتي. ماشي ما نقولوش بالكاريان، كونك عندنا ساكنين في كاريان، عندنا الكاريان هنا في عقلة، كاريان هنا عندنا في عقلة. جيبوا هادي، استغلوها خدامة، دابا نحركهم دابا هادي، وبدات تزلع. هما هادو شتي، هادو اللي فرعوا باط معايا دابا في الحبس، هما اللي بغاو يفرعوا لطيفه رأفت وما صدقاتش ليهم. مين ما صدقاتش ليهم اجي ننتقموا منهم. ولكن ما عارفينش بان لطيفه رأفت حاره، بنت البلاد خبز وبراد. ما عارفينش بان لطيفه بنت دار المخزن. ما عارفينش بان لطيفه لدرجه تصوروش. قلت لي كان من اجل بلادي حطوني عريانه، من اجل بلادي. ما كاينش تبتزني، ما كاينش. هادو هما اللي قدروا يبتزوا باطمه، هادو هما اللي حطوها على راس حمزه مون بيبي. انت الالهه، انت هاي في الحبس. عقل على شي واحد؟ راه واحد قال لهم الله دخل سميوني شماته ما نعاودش نطلع. راه هو كيطلع كيقلبوا على شي ضحية واحدة أخرى، كيقلبوا. أسماء المنور ما صدقاتش ليهم، سعيدة ما صدقاتش ليهم. أرى نشوفوا لطيفة طلعت معهم واحد القلب ستعرفونه قريبا. والله لا باقي شي واحد طلع في هاد والله شي واحد لا باقي طلع في هاد السوشيال ميديا. والله شي واحد لا باقي طلع. قفي هذاك حليلي حليمة أو أوي مشى حليلي متاو اطلع بديت تهضر في الاخلاق. نقول لك اخلاقنا يدافع عليك، نقول لك اخلاقنا يدافع عليك. لا 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 لطيفه، هادشي قليل وزيدي غير شي شويش. لا لا لطيفه، هادشي قليل، نبقى نقطر لكم دم قاق، نبقى نقطر لكم مصيبه. دنيا باطمه للاسف غروها، وجبتها الشهره والفلوس والسلطه، حتى طغات وجابتها فراسها، وفي التالي ما عقل عليها حتى شي واحد. مصيبه. واحد كيجلس معاكم في الدعش، باش قلت لكم كل اللي سد عليه باب دارو. غادا نرجعوا لوحيدون دنيا باطمه. تصوروا واحد يكون كيجلس معاك في الدار، واكل معاك، شارب معاك، كيلحن لك في الدار، كيلحن درم برم بم دي دي دم دد دم درم درد دم ديري دم بب بم قال السوا، وكيسجلك. أنا نزيد نقطر لكم إخواني أخواتي. شتي لطيفة رأفت منين عرفات شكون كيخرج سرايرها والمكالمات ديالها؟ والله نقول لكم، والله أغمية عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحقيقة أنا لازمت لطيفة كثيرا في هذه المشية هذه. هو كنت بهنا لبعض الميساجات اللي كانوا كيجيوها، كنت بهنا لأن بزاف ديال الناس كانوا يدعون المرأة إلى الانتحار. قالوا لا، راه يديروا لك بحال سعاد حسني، راه شي حاجة. لو انتبهنا منين كنت كتصيفط لها بعض الميساجات، كان كيذكر السميات ديال الفنانة. ولو انتبهنا لديك الأمر،
لان كاينين فنانات مشهورات، كنهضر على عزه جلال، كنهضر على نعيمه سميح، وكيذكر شي 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 فنانات بحال نساهم لينا الزمن. هو كيهضر عليهم، كنت باين لهاد الميساجات، وقلنا انا واختي لطيفه قلنا في الاخر قال لي اه كاع ما انتبهنا، باش عرفنا عندما القي القبض على الضابط ايقاع. قلنا كنا نخدموا عقلنا لان قوه الميساجات وبزاف هاد الغدر، هذا مصيبه. وتصوروا معايا هاد الشيء اللي هادي هي اللي فرعت الدنيا باطمه. الشيء اللي هادي هي اللي فرعت الدنيا باطمه. ابتزوها، وقعت ضحيه حيت ما ناضجاش. والله دابا تحدثت عنها ويعني بحياديه، البنت ما ناضجاش باش تفهم شنو كاين. البنت ما مدوزاش، البنت جيعانه، جيعانه لا جيعانه للشهره، جيعانه للسلطه، جيعانه بزاف ديال الامور. مشاو عند لطيفه شبعانه، من غير شبعانه قاريه، من غير قاريه مدوزه، من غير مدوزه جالسه مع ناس، جالسه مع ناس. راه كاين شي ناس واخا ما تكونش قاري، ملي كتجلس معاهم كتستافد من داكشي اللي كيتقال. باطمه ما عندهاش هادشي هذا. باطمه فحال بينوا ليها بانها ضحيه من الاول. ضحيه ما صوتوش عليك في عرب ايدل، داتها المصريه وهذا، وحنا نردوا لك حقك وانت تستاهلي تكوني احسن من الملكه. الملكه شكون؟ تيهضروا على احلام، وسيري على خطى احلام، وحنا غنعاونوك على خطى احلام، وحنا غادي نطيحوا لك اي وحده بانت في الطريق. مال تسكت؟ مالها ما عندهاش الصوت؟ مالها زوينه عليك حينه حايده، وراه دايره البوتوكس خوتوكس، الاخرى دايره بوتوكس ستيه، غادي نردوك فهمتي، واللي جا قدامك طحنيه. وكانوا يزودونها ماشي معلومات، كانوا يزودونها بمعلومات ديال الشياطين. وفعلا شفنا هذا الشيء هذا، لانهم كانوا بغاو يردوها اجمل فنانه في المغرب، وربما اجمل فنانه في العالم العربي. راكم شفتوا كثرت عمليه التجميل، حتى ما بقيناش كنعرفوا دنيا باطمه. في كل سيمانه وجه جديد، كل سيمانه ديكور جديد، وبالتالي خصها كل سيمانه كارت ناسيونال جديد. زيد عليها حتى هي كانت سامحوني على الكلمه، كانت عندها هي الافكار، هي كانت مستعده ديال غي خدوني، وطبقت تلك الامور بحذافيرها. المراه ما كانتش عارفه راسها كضر البلاد، ضرات البلاد. منين تشوفوا ناس طالعين مسافطونهم للبيعه، ضرات البلاد. وصلت كتقول للمغاربه غادي نحرقكم، وصلت بمساعدة أشخاص أن المرأة كانت تتحكم في القضاء. كانت شكاياتها في سرعة البرق. دعي هذه تشد. تعقلوا باش قلت لكم إخواني أخواتي، عباد الله، حتى واحد ما يدوي على باطمة راه يدخل الحبس. والله أنا الوحيد اللي كنت عارف القوة اللي وصلت ليها باطمة. كنت عارف فين وصلات باطمة. وعاد زيدوا داك الميت يكون الجنس والمال صعيب واحد يكونترولي راسو. كيجيبوك باش ما بغيتي، راه جابوه، راه انت بو 20، ما جابوه، جابوه لا بجنس ولا بمال، جابوه بالسحور. السيد تسحر، السيد ولا كيجلس شي جلسات ماشي ديال النقيب، السيد في عرس ديال ولده ولا كيقول لهم هذه بناتي التي ولدت من رحم المحكمة. السيد خلى المحاماة، وخلى السيد راه ماشي كان محامي نقيب، وكان تيقري، السيد حتى ولا مانجر ديالها، ولا كيطلع معاه في لقاء صحفي وكيقول لهم ستعود بقوة. السيد من ضرباتو الفيقه واحد السحور ما بقاش شاد فيه، ولا كيفاق
راه شتو شنو داروا لي؟ حلو مرة طلع قال لهم، طلع قال لهم هذاك راه غيموت السيمانه الجايه والله تا غيموت، وغناكل الكسكسو ديالو. خربوش راه قال لهم السيد مات بتسمم، وتما الا كنا غادي ندويو 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 نقولوا من قتل ابو 20، من قتل ابو 20، من قتل بناء على التصريحات اللي خرجات. اجي يا خربوش، اجي يا حليم نجيب، اجي، علاش قلتوا هاد الهضره؟ علاش قلتوا؟ الا كان شي هاشتاغ غادي يتز اكراما لروح داك سي 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 بو 20، من قتل ابو 20؟ علاش قالت الاخرى اللي يرحمه في الجنازه ديالو دي ليا فلوسي؟ شنو شكون اللي من قتل ابو 20؟ الا كنا غنهضروا نديروا شي هاشتاغ من قتل ابو 20. صحيح ان الوفاه ديال ابو 20 فيها غموض، الوفاه ديال وئام الدحماني كذلك فيها غموض، يعني هادشي هذا خصو صراحه يتعاود فيه تحقيق من جديد. من قتل هذا الرجل؟ ونجيو تنجيو دابا نشوفوا، خص في الحقيقه خص رقيه، وخص بوحامين، خصهم يكونوا واضحين، خصهم يكونوا واضحين، ينوضوا يقولوا بعدوا من بنتنا. راهما مازال كيديروا توحشناك المغنيه. لا لا بهاد 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 الشيء هذا، راه توحشناك المغنيه ترجع للكباريات، مي غتخرج ترجع للكباريات. وهادو راه ما تيهمهمش باطمه، حنا باطمه دخلات وكان خطابنا واضح نهار الاولاني، قلنا لهم الناس باطمه دخلات سالات، ما بغاوش يساليوها هما، ما بغاوش كيقولوا ربما غترجع تخرج من الحبس، مازال نضربوا بها شي بريكولات، مازال نضربوا بها شي بريكولات. هل كلا منا الفلوس؟ عرفتي شحال داو الباطمه ديال الفلوس؟ والله تديك الزغبيه، الى هذيك الزغبيه والله بعدا كون كانت شي ام عندها حاره، كانت شي ام عندها حاره والله تا هما كاع الفنانات دايرين مشاريع، ما عندهاش صالون ديال الحلاقه ما دارتوش، صالون ديال الحلاقه ما عندهاش صالون. الفلوس اللي دوزت، اللي دوزت باطمه دوزت فلوس كحله، دوزت فلوس كحله. عطي 300 مليون لهذا، عطي 300 مليون لهذا حق الدخول. اختي انا ما ندخلش يا بنت الناس، راه الملف ديالك عا كيخبيوه يا بنت الناس، راه غتدخلي. عطي 400 لهنا، عطي 20 هنا، اجي التحفه كانت باغا تعطيني تانا، خذ 200 مليون وما تعاودش تطلع. خذ يا بنت الناس، والله كون كانت عندها شي ام حاره، تصوروا معايا ان ان انهم كيدابزوا في عرس، والله الا في عرس كيدابزوا، دابزوا في واحد العرس في سله. يلا مع شكون اللي دابز؟ دابز تما، ودابزت اختها، ودابز حلو في الغيث، دابزوا على الغرامه قدام الناس، قسما بالله الا دابزوا في العرس. يلا لا راجل مقاد، لا ام قاده، وعباد الله راجلها داير لايف، داير لايف بالكونت ديال القايده، ومن وراه واحد السيده كنعرفها، كتشوف داكشي اللي كيصوروا هو اللي عنده في التليفون، كون ديال القايده، ديال القايده داير لايف، على اساس ان القايده اللي دايره داك اللايف يديروا حلو في الغيس، حلو في الغيس، ولا ديك ام المنونخه تقول لبنتك جمعي راسك غني ديري. الم اكون انا الم اكون من اشد المدافعين على باطمه؟ الم اكون انا من اشد المدافعين؟ والواحد راه كيمشي عند اللي كيبكي مش اللي كيضحكو. نهار قلت لها بنت الناس غني، ناضا بغا يتشهر على ظهرك، وانت هي هذيك اليعقوبي اللي سامحه بنتها، وهذاك اللي سمح في بواه مات، هذاك بغا يتشهر على ظهرك. ملي تنقول شي واحد يدخر ماشي في يد السلطه، بناء على داك الشيء، بحال ملي تنقول لكم حلومه والله حتى غيدخل الحبس، ماشي راه بناء على داك الشيء، على داك التخابر ديالو مع اواوا، بناء على داك الشيء اللي قال، بناء على هاد الاوديوات كمحامي، ماشي كنقول انايا، نو كنشوف انايا، بالنسبه للزميل ديالو ابو 20 اللي خدام عليه ابو القطاع وغنبهدلك والكلب، وهادي ما يمكنلكش تقول على زميل بحال انا، انا على هاد الشيء والله ودي الحلومه اللي سارحين بيك، وانا كنقولها وعقل عليها حلومه، عقل عليها، وغنتفرج فيك حلومه والذي بنفسي بيده، وغنتفرج فيك حلومه
وانت في الحبس دايرين بك الصينيه. شكون اللي دايرها بك؟ دايرها بك الصينيه، دايرها بك البغل، وديرها بك يعقوب. والله لن يتحدث عنك المهداوي بكلمة، عقل على هادشي، والله ما غيهضر عليك المهداوي ولو بكلمة، لأنك أنت بلطجي دابا كتخلص، النهار غتسالي يقول لك خويا كنت كنخلصك. وإني والله لأرى هذا الأمر جد قريب، جد قريب. حلومة غتكون في الحبس ويكونوا دايرين بك الصينية. شنو درتي؟ لا لا عمن هدرتك، بناء على علاقتك بأواوا، بناء على علاقتك بزنزان، بناء على علاقتك على المعيار اللي سبيتيها هو مسموع، بناء على الشكاية اللي دير بك السيدي، راه قلتي لي يا خويا راه هددتني بقطع الرأس. بقطع الرأس وعلى الملأ، الفيديو هو كاين. والله ودي حلومة تعقل باش كنت نقول لك حلومة البليد، والله ليس لك من اسمك، ليس لك من اسمك نصيب، حليم وليس لك من الحلم شيء. سميتك نجيب وأنت أبلد أبلد واحد كاين على وجه الأرض. تعقل باش كنت نقول لك حلومة أرجع اللور راك عزيز على فاطمة الزمورية. تعقل باش كنت نقول لك، تعقل تنقول لك دابا حلومة عار ولادك على من؟ عار مرتك على من؟ ها؟ شوف تحفة مقبلين، تحفة أكثر من اللي مقبل مراتك، تحفة لابس قميجة نهار ربع أيام، تحفة محسن الماكينة ديال 160، والله كون كنتي مقبل ولادك ومراتك بحال اللي مقبلني أنا لكنت أسعد مخلوق على وجه الأرض، إن الرابح من المرا والخاسر من المرا. ها انت بقيتي مقبلني ها انت خسرتي. وانا انا 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 اتمنى اتمنى من تكون بين اربع جدران، نتمنى شي واحد يعطيك حلومه، يعطيك تفرج في اللايف اللي غادي ندير عليك. ولن اكون شامتا، انا كنقول لك حلومه والله لن اشمت، انا كنقول لك والله لن اكون شامتا، بل فقط لأذكرك، بل فقط لأذكرك بكل ما كنت أقوله لك، فقط تذكير، أذكرك بكل ما كنت أقوله لك. وديك الساعة قول لهم علاش كنتي كتقول هاد الهضرة، أحقر كلام نابي سمعته في حياتي هو ما خرج من فمك، هو من خرج من فمك. ها انت وليتي دير بحال في الدنيا باطمة، وصل بك الغرور وليتي كتقول انا كنخرج للزرقة كيعرفوني الناس، كيعرفوك بليد، كيعرفوك حمار، خليتي خدمتك وكتطلع اربع المرات ترافع في اليوتيوب. وانا كنقول لك امنيتي انك نهار تدخل يسمعك شي واحد المباشر ديالي، يسمعك المباشر ديالي وانت في الزنزانة. هاو كتر الباطمة، هاو كتر الباطمة بالضبط. أنت الملكة، أنت الأميرة، إنها فينا هي في الحبس، فينا هما دوك اللي كانوا دافعوا لها، ولاو كيقولوا غير غتخرج إن شاء الله أقوى من الماضي. نهار ردينا تغنيها في الكابريات قال لك أودي الكابريات ولات عندهم قيمة، بارعون في إيجاد أو في تغريق، والله كما حدث لفرعون مع هامان، تبيع العجل خدامين يبيعوا الحلومه. نقدر نقول لك دابا حلومه رجع للور، ما بقى عندك فين ترجع، والله ما بقى عندك غير زيد في غيك، والله حلومه ما بقى عندك فين ترجع. وغادي غادي دي معك هادي عزيد، دابا زيد باش بقى نقول لك بطال، والله ما عندك فين ترجع، والله ما عندك فين ترجع. وهذيك المره اللي كنتو باغيين تريبوا ليها حياتها اللي هي لاله لطيفه رأفت، وراتكم العيالات المغربيات الحرات علاش قادين، وقلبت عليكم كل شيء بإذن الله تعالى. ماشي أنا اللي غنقول داك الشيء، أنا بعدا حضرت ليه، حضرت ليه ديك لواه لواه أليلة 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 200 مليون زيديني أشوية، لا لواه لواه أليلة أليلة شي شوية أليلة، لا لا أليلة
ما كي العصابه هذه ما كيرتاحوش، صيدوا وباط ما سالات، راه كانوا غيصيدوا حتى الدراري ديال الكره. الا ما في خباركمش الدراري ديال الكره كانوا بداو بأناحي مسكين، لولا يقظه القجع. تعقلوا القجع، القجع القجع راه مسخوط القجع والله الا عفريت بيل اش داير دابا التبون ورباتو. عاجي كتسمع تتسمع سميه القجع في جميع القنوات الجزائريه، ولاو خلعوا به الدراري الصغار في الجزائر كيقولوا الناس راه جا القجع والله كيخلعوا به المجرمين في الزنقه ناري ناري القجع، ولاو كيسميو دوك الضباط ديالهم ديال الشرطه باش يخلعوا، ولا مسمينهم القجع هذاك الكوميسير سميتو القجع تقول ناري ناري القجع جي. بكل صراحه عندنا جيران كيضحكونا والله الا كيضحكونا. انا ما كراش الرئيس الجزائري يجي ولايه ثانيه ولايه ثالثه وش نقري حتى هو كيضحكونا. سمعتوا الرئيس قال لك اللي ما شد الصف غنضربوا بالحجر، خصو يبقى شاد الصف الطوابير، واللي خرج على الطابور الي الحجر. الطوابير على اللوبيا والعدس. القجع الاولى هي قاده القجع كانوا غيجروا اناحي، تعقلوا على جبران مع اناحي كانوا غيجروا. كنقول هاد الهضره وكنت نقول ديك الساعه كلامي مع موالي هما دوك العاهرات ديال حمزاوه تينوض ينقزوا بزاف على اناحي. وماني قلت لكم انا كنلعب كوره، واش انا قلت لكم كنلعب كوره؟ راه قلت لكم السيد اناحي كانوا غي داك الدري شو سميت الجول بونو الدراري فهمتي اتصلوا بهم شي دراري الاخرين ما قادوش عليهم كيدوش فرنساويه حتى هما كانوا غيصيدوهم مع حمزاويات عندهم مع الدارجه حتى ما عندهم ما هي. واه يا ناري واه يا ناري او ناحي شحال انت زوين وانا اودي شنقول لكم مصائب والله مصائب مصائب كبيره. قالوا تعقلوا على نصيري نصيري ما حلبت البقر باش قالت لي عطي تحيه لباطمه ويصير نبرقق مكشم اي حاجه داخلين فيها بعض فيني باطمه في الحبس. كانت مسكينه غادي تحصل على واحد المعامله تفضيليه داخل السجن، ولكن كنا لها بالمرصاد، كنا لها بالمرصاد وقلنا شنو طرا مع غلامور ومع عيشه عياش. عيشه عياش راه عطات 40 مليون باش تبقى في واحد البلاصه تما في الحبس، ودرنا على الغبره اللي كانت كتدخل واذا بها الان تعيشوا مع الملوك تمايا. مرات عباس الخطار حميده لوري بلادو ماشي ملوك ديال الحومه ديالهم كانوا كيدابزوا حميده لوري عباس الخطار باش بوصبع زويره القرعه فاطمه الزحافه ترى عم ساخط على الملوك ديال بصح. خليكم تكرفصوا مع راساتكم توصلوا. هنيئا لك حلومه البلطجي، ونشوفوا شي عقل عليك، نشوفوا شي عقل عليك المهداوي. كنقول لكم اخواني اخواتي شكرا لكم على حسن تتبعكم، على امل اللقاء بكم غدا باذن الله في حلقات جديده، وغنرجعوا ماكينه النشاط وشاط وبنو زرقون يعيشون في غيظهم. نستودعكم الله الذي لايك ودائعه، والى اللقاء. ديروا لايك ابوني شكرا لكم.